وفي الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، أنزل عز وجل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. فقوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ليس من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي تفيد النفي. وجاء في هذه الآية ذكر كلمة شيء وهي نكرة في سياق النفي فتعم، فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع أنه أعظم الخلق وهو خاتم الأنبياء وهو الذي يظفر بالوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو الذي يشفع للناس في ذلك المقام الرهيب العظيم، إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، فكيف بهذه الآلية التي تعبد من دون الله عز وجل وليس لها من القدر عند الله عز وجل أي شيء؟ فهذا برهان ساطع على بطلان عبادة هذه المعبودات، فإنه لا قدر لها ولا مكانة ولا قيمة، فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أعطي هذه المكانة وهذا القدر ليس له من الأمر شيء؟